كل شيء أسويه مرتبط بالتعبير، فكان متزلجة استعراضية ما أقدر أخلي أي شيء يوقفني من هالتعبير، فيكون الخوف من الفشل أو الخوف من الجمهور، نظر المجتمع أو حتى الدورة. صح أني محترفة في الرياضة، بس نفس الوقت في النهاية أنا إنسانة، يعني بعض الأيام تكون زينة وسهلة وبعض الأيام تكون شوي صعبة، يكون عندي مثلاً آلام في البطن أو آلام في الرأس، بس رغم هالشيء بعدني أسير وأتمرن. بس صح في أيام أفكر وأقول حق نفسي يعني كل هالشيء يستحق ولا ما يستحق؟ الجواب وايد واضح، أكيد هالشيء يستحق. واجهت وايد تحديات في مسيرتي، وأنا أول فتاة عربية تمارس هالرياضة على مستوى العالم قدام ملايين الناس، يعني ها طبيعة الحياة، التحديات دوم بتكون موجودة سواء في الدورة أو منافسة الآخرين. أنا حققت أحلامي وأبا ساعد النساء العربيات بعد يحققون أحلامهم، عشان تي أوقف مع كوتكس لأنهم ساعدوا المرأة تتقدم لأكثر من 100 سنة. اسمي زهرة لاري، هلا بالمرأة، كوتكس رغم الدورة يمكنها.